السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة الشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. من ضمن الحاجات الغريبة انك ممكن تسمعها ان الطيار والطيار المساعد اللي بيكونوا راكبين مع بعض في كابينة ما ينفعش ياكلوا نفس الاكل، ما ينفعش ياكلوا نفس الاكل قبل ما يطلعوا اي رحلة، او حتى الاكل اللي بيتقدم لهم اثناء الرحلة لازم يكون مختلف. طب ليه الفكرة دي؟ ان لو في حد منهم الاكل بتاع لو هم بياكلوا نفس الاكل فممكن الاكل ده يبقى فيه سموم او فيه سم او فيه حاجة ممكن او تتعبهم او فيضطروا ان هم الاثنين يسيبوا الكابينة ويخشوا الحمام. فلازم الاثنين واحد منهم ياكل اكل معين بحيث لو واحد بطنه وجعته يقدر يتعامل او التاني وهكذا. طب افرض الاثنين كانوا في نفس الوقت، لو هو في سم هيموتوا هما الاثنين، فطبعا الكابينه والطياره وكل حاجه هتبوظ. بس كده، فانا حبيت ان انا اعرفك معلومه غريبه جدا انا ما كنتش اعرفها عن الطيارات. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد حسين. لايك واشترك معايا في القناه. شكرا.